سالي، مدينة صيدنايا مدينة عريقة، إلى تاريخ عريق، فيها الكثير من المعالم الأثرية المهمة، فيها أديرة، فيها كثير كنائس قديمة. صحيح، كانت مقصد لكل سواح العالم قبل الحرب الإرهابية اللي شنت على سوريا، وما صحيح، زالت الناس اليوم تقصدها وبتقصد الأديرة اللي لها يعني رمزية في المقدسات المسيحية. لنحكي عن مدينة صيدنايا أكثر وعن خدمات المنطقة، معنا الدكتور عبد الله سعادة، رئيس بلدية مدينة صيدنايا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم بصيدنايا. يسعد صباحك وكل عام وانتم بخير. وانتم بألف بمناسبة خير. عظيمة امبارح مرت، هي عيد عيد التجلي، التجلي. عيد الرب. خلينا هيك بداية نحكي، يمكن ذكرت نور نقطة أساسية اللي هي صيدنايا هي مانا مدينة عادية، هي مدينة خلينا نقول شوي إلى رمزيتها وإلى قدسيتها نظرا لتاريخها العريق اللي فيه الأديرة، خلينا نقول فيه أيضا هيك مقصد لكل الزوار من جميع الطوائف والأديان. خلينا نحكي هيك عن الواقع الخدمي بداية، يمكن بعد فترة حرب مرينا فيها، ولكن دائما هل هو مستقر؟ هل نحن دائما في وضع خطط ومشاريع جديدة؟ تفضل. هلا اول شيء مثل ما حكيتي تماما، مدينه صيدنايا هي مدينه، يعني انا بعتبرها هلا وكل الناس تعتبرها هي المدينه السياحيه الاولى نعم على مستوى سوريا، نظرا للمكانه الدينيه والتاريخيه والسياحيه من حيث صحيح. الهواها وجوها الحلو اللطيف صح. اللي مثل ما نكون شايفين احنا هلا قاعدين بالشمس. عمليا أقدم الكنائس بالعالم موجودة بصيدنايا، وإضافة لوجود دير السيدة وكنيسة أجية صوفية ودير مار توما ودير الشيروبيم ودير مار جورجوس اللي احنا شايفينه قدامنا هون. نعم. فالسياحة الدينية أكيد رقم واحد صيدنايا، وجود سلسلة المطاعم الشهيرة والمنشآت السياحية الضخمة الموجودة بصيدنايا كمان أعطاها كمان صفة إضافية، يعني خلاها تنطلق وتحتل الصف الأول بالسياحة. نعم. بس قبل ما أحكي عن الخدمات بدي أحكي عن المعاناة. أي لازم تفضل. يعني بالحقيقة أنا فرصة كتير كبيرة إلي إني وجودنا بهالمحل نعم نوصل صوت معين، يعني مدينة صيدنايا ما في حدا ما بيعرفها. صحيح. وصيدنايا هي مانا لصيدنايا، صيدنايا لكل سوريا أكيد، ومو لكل سوريا، لكل العالم. حتى كان قبل ومعروف انه بيقولوا اللي بيجي بحج هي المحج الثاني للمسيحيين بالعالم. صحيح. واللي بيجي بحج وبيمرق على القدس اللي هو المحج الاول ما بيمرق على صيدنايا، بيعتبروا حجه مو كامل. صحيح. فعمليا صيدنايا بلد مو عادي. نعم. فبحكي على بعض المعاناة الصغيرة اللي ممكن تصير واللي عم تصير. مثلا هلا نحكي على موضوع واحد هو موضوع الكهرباء. هلا انا لو انه نحن بنعرف انه بلدنا بعد حرب طويله نعم. وبلدنا عانى وبلدنا قاسى وفي ظروف وفي ضغوط دوليه وفي كل شيء فيه، ولكن لما بنتواصل نحن ببعض الجهات الرسميه وبنسال عن بعض المناطق بنقول ليش كهربت هالمناطق هاي مثلا 3 ساعات ب3 ساعات و12 ساعه صح. بالليل صحيح، وصيدنايا لا، بيقولوا لك هي الها خصوصيه. انا بدي اقول لكم شغله، اذا في بلد بسوريا الها خصوصيه في صيدنايا، ما في بلد بيملك الامكانات اللي بيملكها اللي بتملكها مدينه صيدنايا، امكانات سياحيه، امكانات دينيه. وبنضيف لهالك الموقف، خلينا نحكي ما في اشجع وارجل واقوى من شباب صيدنايا اللي قطعوا ريف القلمون، جبال القلمون قطعوها لنصين ووقفوا سد بوجه الارهاب كله. صحيح. هل هكذا تكافئ مدينه صيدنايا؟ لا. لا ما فينا نقول هكذا تكافئ، لانه رح لك شيء، يعني ما في هي مكافأة. المناطق، جميع المناطق السورية تعرضت لإرهاب، وجميع المناطق السورية كان فيها رجال عم تدافع عن أراضيها. مشكلة الكهرباء هي مشكلة عامة نحن نعاني لو فيها. عامة لو عامة دقيقة أنا بس خليني أكمل لك، لأنه الكهرباء نفس الشيء، في كل وضع الكهرباء مزري على كل المناطق يوميا عم نسمعها لك شغلة. وعم نتلقاها بالتلفزيون بشكل بالآونة الأخيرة نحن بنعرف يعني لك مشاكل لو الغاز احنا ومشاكل لو انه عامة نعم. وما في مناطق مخصصة عم تجيها كهرباء، عم اقول لك انا نعم. 3 ب3 و12 ساعة حضرتك بالليل. استاذ عم تحكي عن سوء التوزيع،
سوء طبعاً توزيع طبعا الكهرباء. مو بس هيك منطقه بريف دمشق انا ما بنسمي نحن مشان ما نكون منطقه بريف دمشق عدد سكانها مليون نسمه تاخذ 3 ب 3 يمكن انا بحارتي ونور بحارتها نفس الشيء ما عم نشوف الكهرباء وهو سوء صحيح. نحن هلا تواصلنا مع عده جهات مسؤوله ويمكن عبر حوارات الاخباريه السوريه كان لنا تماما كان لنا وقفات جدا لتوضيح وايضاح. نحن ما لنا بصدد خلينا نقول انه نحن يعني مثل بيقولوا انه صف مع حدا ضد حدا او نحن عم نوضح فكره. الفكره هي اللي ما بعرف اذا حضرتكم عم تحضروا الحوارات، الفكره اللي قالت انه يمكن المحطات التي تخدم منطقه غير منطقه هي مفصوله عن بعضها. هلا ممكن يكون هذا الشيء واقع، الكهرباء هو واقع صحيح. نحن مع مدينه صيدنايا ونحن بنتمنى الكهرباء مو بس تجي بصيدنايا، تجي بكل سوريا، ولكن خلينا نحن هلا انت اليوم طرحت مشكله ان شاء الله هيك بتكون وصلت. لا موسم سياحي على الاقل، نحن موسم سياحي. نعم ان شاء الله هلا نحن بدورنا صوتك رح يوصل. موسم سياحي وبلد سياحي الاول. نعم. بسوريا. نعم. وما يعني ما هلا بقول لك على شغله بسيطه. نعم. كيف بده يصير سياحه اذا اهل صيدنايا القاطنين بالشام هربوا على الشوب تبع الشام لانه ما في حدا. عن معاناه اهالي وحقك هذا الشيء، يمكن الاهالي بدورهم عم يجوا لعندك كولاديه ويقولوا لك احكي لنا او حصلنا وان شاء الله. اكيد نحن موضوع ثاني صغير. معلش معلش معلش، مين اللي بيفكر يعطي مدينه دمشق 400 لتر مازوت بالسنه وريف دمشق نعم 200 لتر مازوت؟ ما هيك صار. يمكن القرارات القرارات يمكن ما عم تتابع القرارات الجديده. معلش هلا جديد سواسيه مع بعض. يمكن في فتره اجت الكهرباء بمناطق وانقطعت بمناطق، ولكن نحن سواسيه، نحن ما بصدد الدفاع، ولكن نحن بدنا حل. يعني نحن مع بعض الحل هو تماماً. مو تشجيع الهجرة من الريف إلى المدينة، تشجيع العمل بالريف إن شاء الله يا رب. بهمتكم أنتوا، أنتوا بهمتكم إن شاء الله. نرجع للخدمات. نعم. بصيدنايا. نعم. رغم كل هالصعوبات صيدنايا خدماتها تعتبر في هالظروف أكثر من جيدة. نعم. مثل يمكن لو تجولتوا بتلاقوا بلد نظيف. نعم. بلد معتنى فيه، بلد يعني طرقاته يعني اكثر من جيده. نحن عندنا مشاريعنا الصرف الصحي مثلا اكثر من جيد، الخدمات عندنا مركز صحي، عندنا مركز هاتف، عندنا خدمات صيدنايا كبلد. نعم. ولكن لسه لا ترقى الى مستوى اسم المدينه اللي نحن اخذينه. يعني في عندنا مشكله كنا عم نعاني منها، هلا حليناها على عاتق المجتمع الاهلي، بس يمكن ما نقدر نضل متابعين فيها. هي مشكله المياه بسبب انقطاع الكهرباء. صحيح. كان عندنا مشكله مياه كبيره. صحيح. كل المناطق نحن بصيدنايا حليناها بطريقه انه على بهمه شباب صيدنايا واهالي مدينه صيدنايا نحن تم حفر ابار؟ لا، طلعنا محطه مولده كهرباء ضخمه 250 كي في ال للابار، وصرنا نحن نغذيها بالمحروقات وبكذا. نعم. طبعا بس مصاريف كثير كبيره، مكلفه صحيح. ايه بس حاليا حلين جزء معين من المشكله. الحمد لله. عرفتي شلون؟ خدماتنا فيكم تتجولوا وتتفرجوا، بلد حلوه، بلد يعني صحيح. تستاهل انه يزورها الواحد. أكيد. بس بدها شويه تمييز، مو تمييز كنحن، لانه نحن ما عم نميز اهل صيدنايا، نحن عم نميز كل السوريين اللي عم يجوا على منطقه سياحيه يرتاحوا. عرفتي شلون؟ خلينا نحكي بما انه نحن عم نقول منطقه مميزه، ويمكن ما في حدا ما بيقول اول ما يجي على سوريا بده يزور منطقه صيدنايا الى رمزيه وفيها معالم اثريه. خلينا نحكي حركه السياحه بعد الظروف القاسيه اللي مرت فيها البلاد والحرب الشرسه اللي كانت فعلا قاسيه على الكل، حركه السياحه ما يعني عم ترجع شوي شوي. في سياحه داخليه والخارجيه، فيها حركه سياحه فظيعه. برجع بقول لك لولا ظروف الخدمات هاي، يعني لو انه توجه انه هذا البلد اللي فيه مثلا هي المقصد الاول، ما بيجي مسؤول كبير لو دوله اجنبيه الا بيجوا يزور صيدنايا. صحيح. ما بيجي وفد رسمي من ما كان بده يزور صيدنايا. هلا اذا بتنزلي على مطاعمنا هلا كومبلي، يعني انا كل يوم بيجيني اتصالات من ناس انه احجز لنا يا اخي، ما عم نقدر نحجز
حلو هذا الشيء حلو بمطاعم صيدنا، هذا بدل على انه خلينا نحكي عن هذا الجانب الجميل للسياحة. حلو، نحن ما بدنا، نحن بدنا نضوي على الشيء الحلو، بدنا نضوي على خلينا نضوي على على السياحة. واليوم كيف عم ترجع يعني مغتربين صيدنا اللي هن بامريكا وبالدول الاوروبية كلها تقريبا بنسبة 80% السنة، 80% من مغتربينا زاروا صيدنا. عرفتي شلون؟ وفي حركة كتير كبيرة، يعني حركة يعني نحن لو قدرنا نجارية بخدماتنا أكثر إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله تكون صوت أنا بتمنى يوصل. هو أكيد صوت أكيد وصل. برجع بقولكم أنا ماني عم طالب لأهل صيدنا، يعني أنا عم طالب لسوريا اللي هي رقم واحد بسياحتها صيدنا إن شاء الله يا رب. فعمليا نحن مع كل شيء، نحن بنعرف ظروف البلد، نحن ما نبعاد عنه. حلو. ولكن في بعض الأمور لازم أكيد يمكن مع جهودكم المبذولة يعني مشكورين، عم تلاقوا حلول دائما. يعني نحن بنطرح مشكلة بس ما في إلى قيمة إذا ما كان حل، في حل لنعرف تماما. يعني ما يعني طرحنا نحن مشكلة ولكن نحن النتيجة هي بدنا حل، ويمكن حضرتكم أنتم عم تسعوا لهذه الحلول، وصوتك أكيد وصل أكيد وصل، ونحن منضم صوتنا لصوتكم. يعني نحن صوت واحد بالنهاية. ويمكن برجع بقول نور، كل يوم نحن عنا حوار عن هذا الموضوع لا دائما نشوف شو في إمكانات، شو في هيك حلول جديدة نقدر نحن مثل نداري الوضع أو نحن نسيطر على هذا الوضع. ونتمنى كمان أيضا تكون مدينة صيدنايا الجميلة هيك يكون تتحسن فيها وتتحسن بكل سوريا ان شاء الله. نحن برجع بقول لك اهل مدينه صيدنايا من الناس اللي بيتعاونوا، والمجتمع الاهلي نعم ناشط فيها. صحيح. يعني عمليا هلا مثلا اناره الشوارع قامت الاهالي بمشروع اناره بالطاقه الشمسيه على حساب الاهالي، نورنا تقريبا، تم تنوير تقريبا 40-50% من البلد على الاهالي. مشكورين. بتشكرهم كثير. يعني اليوم لابد من تعاون المجتمع الاهلي مع الدوله. حلو. قولا واحدا. حلو. بس في شغلات ما بيقدر عليها المجتمع. صحيح. هي اساسا العمل بالتشاركيه وهي الرساله الاساسيه، وبنتمنى فعلا مثل ما قلت تتحسن الواقع الخدمي في منطقه صيدنايا وجميع المناطق السياحيه، لانه هي اساسا رساله للعالم من خلال زياره السياح والمغتربين ليجوا على سوريا. انا ما اعطيتكم مظهر منظر، اذا بتطلعوا بتلاقوا صيدنايا كثير مرتبه وكثير بينقعد فيها وبلد حلو، بس ما عطيتكم نظره سوداويه عن لا بس لا كل بدنا رغم كل هاي الظروف الناس بتعتبرها المقصده. ايه الاول. ايه بالختام بدنا نشكرك رئيس بلديه صيدنايا الدكتور عبد الله سعاده على وجودك معنا. شكرا كثير. شكرا كثير لكم. بدنا نشكرك دكتور، ان شاء الله يكون لنا وقفات ثانيه، وان شاء الله بنستضيفك هيك بوقت نحن عم نقول انه كنا هيك وصرنا للافضل. ان شاء الله احنا اكيد رح نصير للافضل. اكيد ان شاء الله. صفتنا كثير كبيره انه ماشيين للافضل. شكرا لوجودك معنا.